السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. نظرا لطلب العديد من مشاهدي القناة، اليوم إن شاء الله سأريكم طرق العناية اليومية بالبشرة للحصول على بشرة مشرقة ونضرة. أول خطوة، يجب غسل الوجه بالغسل اليومي مرتين في اليوم، مرة في الصباح ومرة في المساء. الغسل اليومي يقضي على الأوساخ والدهون المتراكمة على الوجه التي تتسبب في ظهور البثور السوداء والحبوب. عند شراء الغسل اليومي أنصح دائما بأن تشتروا منتجات للبشرة الحساسة لاحتوائها على أقل كمية من المواد الضارة. في فيديو قادم إن شاء الله سأريكم طريقة صنع غسول للوجه طبيعي في المنزل. ثاني خطوة، يجب أن نمسح الوجه باستعمال ماء الورد وقطن. لماذا؟ لأنه بعد غسل الوجه بالغسول اليومي مسام الوجه تتفتح، ولهذا يجب أن نمسح الوجه بماء الورد لكي نسد المسام. إذا لم تستعمل هذه الخطوة فمسام الوجه ستظل مفتوحة وستتراكم الأوساخ على الوجه من جديد. فماء الورد يساعد على تصغير المسامات، مزيل للمواد السامة ويوحد لون البشرة. يمكن كذلك تعويض ماء الورد بماء الأرز، سأضع الرابط فوق هذا الفيديو لكي تروا طريقة صنع ماء الأرز. ثالث خطوة، يجب أن نضع الكريم المرطب. الكريم المرطب يعمل على ترطيب البشرة، فالترطيب شيء ضروري للبشرة، يمنع جفاف البشرة وكذلك وبذلك يؤخر ظهور التجاعيد. يمكن أن نستعمل هذا الكريم الذي صنعته بنفسي، سأضع الرابط فوق هذا الفيديو. يمكن أن تستعملوا كذلك زيت الأرغان، فهو مفيد جدا للبشرة ويؤخر ظهور التجاعيد. ويجب أن نشتري زيت أرغان متخصص بالبشرة، ليس زيت الأرغان المتخصص للأكل. كذلك يمكن أن نستعمل زبدة الشيا. فلا داعي لشراء منتوجات أو كريمات مرطبة بثمن باهظ، أو يمكن كذلك استعمال نيفيا فهي ترطب بشكل جيد. في هذه الخطوة بعد وضع الكريم المرطب، يمكن وضع كريم لتجاعيد العينين، سوف أضع الرابط كذلك فوق هذا الفيديو لكي تشاهدوا طريقة صنعه. وآخر خطوة وهي مهمة أيضا، يجب وضع الكريم الواقي من الشمس. واقي الشمس يعمل على امتصاص وانعكاس الأشعة الفوق البنفسجية على جلد الإنسان، يقلل من ظهور التجاعيد والنمش، كما أنه يقلل ظهور البقع الداكنة. واقي الكريم الواقي من الشمس يجب أن تكون درجة الحماية فيما بين 30 إلى 50، ويجب أن نضعه نصف ساعة قبل التعرض للشمس. هذه الخطوة ضرورية جدا. يجب تكرار هذه الخطوات مرتين في اليوم، مرة في الصباح ومرة في المساء قبل النوم، ما عدا وضع الكريم الواقي من الشمس، يستعمل فقط في الصباح. كذلك في الليل قبل غسل الوجه يجب أن نمسح أي مكياج على الوجه باستعمال زيت الزيتون أو باستعمال ماء الورد أو باستعمال أي مزيل مكياج. في الفيديو القادم إن شاء الله سأريكم طريقة العناية الأسبوعية بالبشرة. كان هذا فيديو اليوم، أتمنى أن أكون قد أفدتكم. إذا عندكم أي استفسار اتركوا تعليق، ولا تنسوا الاشتراك في القناة لكي تدعموها، وكذلك توزعوا الفيديو على الأصحاب والأقارب لكي تعم الفائدة. انضموا إلى صفحتي في الفيسبوك بعنوان وصفات طبيعية وسريعة، وكذلك على تويتر، سأضع الرابط تحت هذا الفيديو. وإلى فيديو قادم بحول الله، إلى اللقاء.